جاء واحد يخاطب علي، منو؟ سيد عبد الحسين الشرع. يقول له يا مسير سفينة نوح، يا مسير سفينة نوح، يا عصات بن عمران، يلا وياي عاد، يا جاذب عرش بلقيس، يا مهر اللبي سليمان، يصير المحسن تشوفه يا كرار عالتربان، هكذا يواجهون. ما عندك شيء يا ابو يوسف، ما عندك شيء يا ابو العطية؟ قال عندي لكن ما اقدر اوجه النداء لعلي، ما اقدر، ما اقدر اوجه النداء لعلي جسارة، لكن كون انا اخاطب علي بلسان حال فاطمة. شلون؟ يقول كأن فاطمة جالسة امام علي وتقول لي يا علي انت عينك هاي اذا توجهها الى الفرسان يتساقطون، يتساقطون. شوفوا هذا الجبل يا علي، جبل ثبير المعروف عند العرب، هذا الجبل لو تلحظ بعينك يسقط، لان عينك، عينك شلون قوة عندك، شجاعة، وتشوفهم يهجمون داري يا علي. وش تقول لعاد؟ قل له لو تنظر بعينك ثبير تزلزل وذاب، وقبال عينك يحصرون بصاير الباب. اريدك وياي بهالطور وان كان جديد على مسامعك، متعجب العالم من افعالك يا كرار، بالدار جالس والعدو يهجم ومدامعك تجري وبيدك سيف الافقار، وانا التخف في الضو جنيني خرب الاعتاء، واويلا وملطحت خلف الباب يا راعي الحمية، خريت يا حامل حمى مغشى، ناديت يا فضة تعالب عجل، لطمت عيوني وخرجنيني وصدري انصاع. اسمعوا يا سادة، اسمعوا ايش صار على جدكم، اسمعوا ايش صار على جدتكم فاطمة. ها وردوا لك وقادوك يا ليث الحرايب، وانت الذي من باسك تبوجل، والله افعالك يا علي تراوي عجايب، شلون بحبل تلقاد وانت الليث بالغاء. اويلي رفع راسه بكل هدوء علي فاطمة، قلغة ودموعه تحدرت يا محسن، ايه سمعني، قلغة ودموعه تحدرت يا محسن، تدرين انا المعروف فارس بدر، اسلب الفوز الشوش بس بلحظة العين، وغصبا علي اليوم يتخرق لجكتا. واش اسوي يا علي؟ واش تأمرني اسوي يا علي؟ صبري مثل صبري يا بنت خير البرية، وياي هذا من ابوك المصطفى موصي علي، ولكن شبيدي وقيدت زندي. اعيد لك بصرخه، صبري مثل صبري يا بنت خير البريه، هذا من ابوك المصطفى موصي، لكن شميدي وقيدت زلج الوصي.
سيف بيميني واسمعوني نجور الباء. قيدته وصية من أخيه حملته ما ليس بالمقدور. يا الله.